هذه مائدة أبا عبد الله الحسين، قد مدت للزائرين في أول أيام شهر رمضان المبارك في كربلاء المقدسة عام 1436. ما شاء الله وتبارك الله، هذه كلها من فضل بركات أبا عبد الله الحسين على امتداد شارع السدرة بكربلاء المقدسة. هي الوجبات قد جهزت للزائرين قبل حلول موعد أذان المغرب، هذه الوجبات قد هيئت يتناولها الزائرون. كما ترون ها هم خدمة أبا عبد الله الحسين يهيئون المائدة. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.